لا تتوقف المعركة مع الإرهاب على البر فحسب، بل والبحر أيضا. كان هذا ما أكدته السلطات في حضرموت، وهي تعلن إحباطها لهجوم كان يتم الإعداد له يستهدف الحركة الملاحية البحرية باستخدام 8 اسطوانات متفجرة على عمق 6 أمتار قبالة الساحل المكلا، تم اكتشافها من قبل صيادين محليين تحوي أكثر من 520 كيلوغرام من متفجرات TNT والسيفور، متصلة بمنظومة كهربائية كاملة تم ربطها بحطام باخرة غارقة لغرض تفجيرها عن بعد. تمكنت قوات النخبة من خلال بلاغات استلمتها عن وجود أسلاك غريبة ممتدة إلى عمق البحر في قاع البحر، وتحركت مباشرة وحدة من الخفر السواحل ووحدة أخرى من الشباب القواصين، تمكنوا من خلالها فكفكة عبوات ناسفة كانت ستقضي على أحياء بحالها بالقرب من الميناء. إذن المكلا تنجو مرة أخرى من هجوم كان يراد له أن يكون ذو نتائج وخيمة، خصوصا وإنه يقع في محيط منطقة تضم منشآت حيوية بينها ميناء المكلا والمنشآت النفطية التي تعج بحركة السفن النفطية، ناهيك عن الأضرار الكارثية التي كانت ستلحق بالمحيط البيئي والأحياء البحرية. من وجهة نظري أن الكميات التي تم العثور عليها في مدينة المكلا في قاع البحر يوم أمس، إذا تمت انفجارها سوف تؤذي بكثير من الأماكن النفطية والأماكن الأثرية الموجودة في مدينة المكلا. هناك ميناء المكلا كان بالقرب من هذه المتفجرات التي تم العثور عليها، أيضا ناهيك عن التلوث البيئي الذي سينجم عن هذه المتفجرات أو الكميات الضخمة الهائلة التي تم العثور عليها. ويأتي هذا الإنجاز الأمني الجديد كثمرة طبيعية لحالة التعاون القائمة بين المواطنين وقوات الجيش والنخبة الحضرمية. إنجاز أمني جديد يضاف إلى سجلات الجيش وقوات النخبة الحضرمية التي تقول إنها وبتفكيكها لهذه المتفجرة ترتفع حصيلة ما فككته من الألغام والعبوات الناسفة منذ استعادتها السيطرة على المكلا إلى أكثر من 1800 طن من المتفجرات. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.